مرحبا بكم في الدار الجديدة. مرحبا بكم. الله يا ربي. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. نتوما كتشاهدوا الفيديو اليوم، فيديو جديد ونهار جديد. المهم لقيتونا دابا نهار جديد شويه، يعني ماشي بحال البارح. كنت صراحه عيانه بزاف، وتا دابا مازال عيانه، وكنحس الداخل ديالي ماشي هو هذاك، ولكن كنقول الحمد لله على كل حال ديما. ومهم لقيتوني دابا في الدار الجديده اللي فرجناها شويه، داكشي اللي كاين. واخا مازال خصني بزاف د الحوايج نزيدهم، ديما كنقول لكم هاد الهضره، بزاف د الحوايج نزيدهم، ولكن شحال هادي كنت كنشوف بزاف د الحوايج ناقصين، داكشي علاش ما كنتش كنبغي ندير. اللهم دابا داري بوحدي، كلشي بوحدي، ديك الساعات غادي ندير ان شاء الله، وكلشي غادي مزيان ان شاء الله. من هنا لقدام كلشي غادي مزيان. انا هذا هو هذه هي الفكره اللي عندي ان شاء الله، وربي غادي يعوضنا على كلشي، حيت ما يمكنش شحال ديال الحكره والظلم، بزاف 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 بزاف، وفي الاخير ما يمكنش. كنظن واحد النهار غادي يجينا العوض ديال الله، ويا ربي تسهل عليا وتسهل عليكم حتى نتوما. المهم هاد الدار هادي كما كتشوفوا وقعت واحد القصه، غادي نقصوا باش نهضروا فيها ونوريكم الدار ونضرب لكم دوره فيها، وها نتوما معايا. المهم البنات، ها نتوما انا غادي نشرح لكم الموضوع كله. دابا انا منين حطيت اول فيديو ديال هاد المشاكل، اول فيديو ماشي القبل اللي فاش تصالحنا وداكشي، لا اول فيديو الاخير، فهمتوا؟ حطيتو كانت ديك الساعات ماما غادي تجي عندي، كنا غنديرو حفل جنس الجنين وداكشي، وداكشي الحفل اللي بسيط، يعني انا اصلا كنقول لكم هادشي الحفل غنديرو بسيط، ندير واحد الحاجه صغيره في وسطها لا كولور، وغادي صافي في دارنا عادي نورمال، ما غاديش ندير الهيلالا وداكشي، حيت انا عارفه فوقاش كنكبروا به بزاف. ملي كتكوني ما عارفاش، كتكون عندك داك لا سوربريز كتوجدي ليه، ولكن ملي كتكوني عارفه غير غنبغي نبارطاجي معاكم نتوما، يعني يكون صغير باش تعرفوا وصافي، هادشي اللي كاين. المهم هذا الموضوع كانت غادي تجي عندي ماما وصافي. ماما ما فرصت حتى شي حاجه، حنا بسبب داك المجيه ديال ماما عندي وداكشي وقع اصلا المشكل، ووقع المشكل ماشي زعما عادي، لا حيت كان اهانه للعائله ديالي بزاف، كانت اهانه لعائلتي، وداكشي راني قلت لكم زعما شنو تقال. مهم عائله خايبه ومشوهين ودايرين وصالحين، هذاك الموضوع ما نعاودوش. صافي هي هذيك ماما جات تغدينا، حطينا الغداء، وانا كنت راني دوزت داك المحنه في الصباح حالتي حيت هي جات في العشيه مع داك الربعه ولا الخمسه بحال هكاك. المهم تغدينا، كنتغداو حنا معطلين شويه، يعني كل واحد وشنو كاين، اللي 12 خصو يكون غدي، ولكن حنا كنتغداو معطلين. هي هذيك تغدينا، مشينا السيجور جالسين. يلا انا درت الفيديو بوبليك ليكم وانتوما كتشوفوه، بقيت كنتناقش مع ماما، قلت لها ماما واش نقدر نلقى الكره في فاس زعما هكا دغيا دغيا، حيت انا كنت باغا شي حاجه اللي دغيا دغيا. اقسم بالله العلي العظيم الا كنعاود لكم القصه كيف ما وقعت. يلا بديت مع ماما وهي غتقول لي علاش بغيتي هاد الكره، هو يسمع التليفون. سبحان الله العظيم، شوفوا سبحان الله العظيم، يعني انا يلا غادي نقول لها واش نقدر نلقى الكره، والتليفون بقى صونا شكون مرات بابا. جاوبتها الو، ماما مثلا ما فهمه والو، يعني عاد تسولني علاش وكيفاش وشنو وقع، فهمتوا؟ ماما ما عارفاش، حيت انا فاش حطيت الفيديو ماما اصلا ما كتشوفش، واخا تحطي بقى سيمانه ما تشوفوش، ما كتدخلش لهذا الشيء الا ما قالهاش شي واحد اخر. جاوبات قالت لها راه انا شفت داكشي مرضني علاش هاد المشاكل هذا، وقولي ليسرى الا بغات زعما تجي لداري ونخوي انا الدار ونهبط للسفلي. ومهم يعني القصه هو ان هذه الدار ديال لبنى اللي هي مرت بابا، وقالت لها نخوي انا الدار ونهبط للدار السفلانيه حيت كان السفلي خاوي مازال ما مكريش، وهي عارفه هذا الشيء هذا. قالت لها انا الله اكبر كبيره، سمحوا لي نسالي الاذان ونعاود. البنات درنا فصل ونوصل هي هادي. المهم قلت لكم قالت لها بلي انا نخوي داري ونهبط للسفلي، حيت السفلي قلت لكم ما بكريش، مكري غير الوسط، وهي كانت الفوق، يعني ثلاثه ديال البرطمات، الوسط عامر والفوق عامر والسفلي بقى هكاك خاوي. صافي هضرات مع ماما، صافي قطعات، انا ما كنتش كنسمع لابيل حيت ما دايرش اوت بارلور، ما كنسمعش،
فاش قطعات قالت لي لها شنو هذا شنو. انا الصراحه جاتني صدمه يعني ما توقعتهاش كاع في مره. جاتني بشكل المهم جاتني شويه ما عرفتش كيفاش نقول لكم. جاتني في الاول واحد ماشي شي حاجه ولا لا كيفاش زعما بهذه السرعه زعما يلاه عولت بهذه السرعه يلاه نفكر في هذا الموضوع يلاه غير تطرح يلاه هذا بهذه السرعه هذه. صافي بقينا كنفكروا ما طولناش الفكره بزاف. جا صحاب الاحصاء يعني بقى عليا شحال بيكون في الدار داك الشيء. بقيت معاه شي ربع ساعه كيبقاو داك صحاب الاحصاء وداك الشيء جاو عندنا. المهم عطيته المعلومات كاملين وداك الشيء. من بعد جلسنا كنفكروا شي شويه شنو ديري ما ديري. انا بقيت كنفكر قلت انه الا خرجت نقلب على الكرة هو شوفوا كاين ولكن ما فياش حيت انا باغا نخرج بواحد السرعه اللي صافي عييت. حيت ملي كنبقى غير شويه كيبقى داك نبقى انا وياه في الخصام نبقاو نهضروا وداك الشيء. من الاحسن كنت باغا نخرج بواحد السرعه وداك الشيء. صافي بقيت كنفكر كنقول زعما واش غل ما صافي هضرته هي زوينه هضرته هي مزيانه كلشي مزيان الله يسخر زعما واش غنلقى احسن من داري ولا يعني غنلقى غير مقل فهمتوا غنلقى غير مقل من داري. اللهم هذه زوينه مازال نقيه جديده كلشي هو هذاك. في نفس الوقت احسن فكره اللي عجبتني صراحه قولها لكم هي انه بابا كيف ما كتعرفوا باقي لواحد 7 شهور ويخرج ان شاء الله. هما غادي يكونوا في السفلي وانا في الفوقي يعني مثلا حتى الا طلقت ولا شي حاجه غادي نكون محميه اولا غادي يكون بابا معايا يعني الا بغيت نجلس في داري بوحدي ولكن يعني بحال بابا تحت مني ونطلعوا نهبطوا كاملين كيف ما بغينا فهمتوا. من الاحسن يعني هذه حتى هي فكره زوينه. بابا يبقى حاضري ويعني يبقى تحت الرعايه ديالو هادشي اللي كاين يعني واحد 7 شهور دغيا غدوز على لما نتقل انا نولد وداك الشيء ان شاء الله دغيا تدوز وكل شيء يفوت. هذا ما كان هذا هو الموضوع كامل وهذا هو كيفاش انا جيت لهاد الدار هادي. بزاف ناس يعني جاتهم كيفاش غريبه حتى انا والله العظيم بحالكم جاتني في الاول غريبه كيفاش وهذا داكشي علاش كان رحيل بواحد السرعه فائقه. هادشي علاش حيت كاين الناس كيسول كيفاش لقيتي الدار بهذه السرعه ولكن هذا هو الموضوع كامل. يعني انا يلاه غنطرح الموضوع صنت عليها قلت لها اجي حتى انا قلت لها صافي نمشي وهي هذه. المهم انتم شفتوا كيفاش جا الصالون هنايا صراحه جا زوين. صالوني جا تقريبا قد هذا الصالون كاين واحد الفرق ديال واحد سنتيمات صغار. قلت لكم البنات هذا هو الموضوع كامل وهذا الشيء كيفاش جيت انا سكنت في الدار هذه وفيها خير هادشي اللي كاين كلشي فيه خير ونيت عمي يكون حدايا كلشي يكون حدايا. صراحه واخا كنت ما بعيداش بزاف على هذا الحي هذا ولكن بحال مغربه شي شويه بحال مقنته فهمتوا يعني واخا يعني ما بعيداش بزاف الا جيتي تشوفي ماشي شي بعد ولكن واخا هكاك بحال بنادم كيعكز يجي عندك وداكشي من الاحسن هنا. المهم خلاصه القول من الاحسن هنا وسبحان الله يعني واخا مشيت من شوف واحد الدبان حتى نكره الدبان. قلت لكم واخا مشيت من هذا الحي كتب لي نرجع ليه نفسه وفيها خير هادشي اللي كنقولوا فيها خير. المهم دابا نوض نوريكم الدار والصالون ديالي قلت لكم واحد سنتيمات صغارين اللي جاوا كبار انا نوريه لكم دابا. يلا البنات هانتوما شوفوا ها الصالون هو هذا اجي نوريهم سنتيمات. هانتوما مثلا هنا في القنوت مثلا ما جاتش هادي مع هادي نيشان جا واحد الفرق بسيط صراحه ماشي شي عيب كبير ماشي شي عيب اللي تنوضي تقلبي وتقلبي عليه. وتا حنا كذلك كتشوف هذا هو الفرق اللي جا فهمتوا يعني هذا هو الفرق اللي جا في هذا صافي. والزجاجه تهرسوا مثلا الزج شوفوا ضروري في رحيل الكسور شويه الزجاجه ديال هادو تهرسوا جوج تهرسوا وحيده تهرست هنايا كانت هنا زجاجه تهرسات حيت ما لاصقاش بلاكول يعني غير محطوطين كان كانت هنا زجاجه تهرسات. بالنسبه للسيجور ديالي السيجور ديالي البنات بعدا الاول طويل ما طلعش كاع يعني الاول طويل ما طلعش وطلع غير على الصغيور وما غيجينيش يعني انا كنت عوله شنو بحال من قالوا الدار الاولى انا تخيلت صالون كبير بزاف واخا داخله ومعاوده وكلشي ولكن تخيلت صالون كبير بزاف وطويل زعما
ولكن لا يعني بحرج يعني الصالون هو هذاك وهذا بحرج هنا، ولكن غادي يزول هذا ما غاديش نخليه هنا، اما ندير شي بيتمات البيوت اما شي حاجه مهمه راني مخربقه سمحوا لي. دابا ما نقدرش نقول لكم شنو غادي ندير في هذا الشيء، هذا من بعد ان شاء الله واللي درته غادي نشاركه معكم. المهم هنايا هذا القنت هذا فيه جوج بيوتا، هذا الحمام اللي مازال ما تقاش صراحه حاشكو راسكم الله. اجي نشوفوا هذا البيت النعاس اللي مازال مرون بزاف، شوفوا بيت النعاس دابا كيفاش عندي، حيت ما عنديش اصلا البيت فيه يعني ما عنديش لوني ديالي وداكشي كيفاش نحط ونقعد ونرتب. هنايا عندي الحوايج اللي رتبتهم واحد شويه، علقت اللي علقت المهم جواكت وداكشي، وهنا زعما داكشي ديال البرد اللي باقي لي ديال الصيف، زعما داكشي ديال الصيف. المهم داكشي صراحه شوفوا مخربق طالع لي فاسد ما عاجبنيش حالي المهم حنا ما هنايا كاين عاوتاني هاد المينا كاين هادشي هكا معرم، هادشي كله غادي يتصلح ان شاء الله كلشي غادي يتحيد. هاد البيت هذا الصراحه زوين ما كرهتوش كانت الماكله، ولكن دابا هاد البيت واخا ديت الماكله بحال ما جاياش في هاد البلاكار هذا بحال ما جاش معاه. هنا دايره السكن هنا الصبابط وهنا انتم شفتوا يعني غير الشنطات وداكشي اللي عندي. اجي نشوفوا كوزينه، هنا ان شاء الله غادي ندير واحد البيفي كبير ديال المعن، ومهم بحال هكا شي بيفي هنايا. والنت كاين هاد التقشير هذا حيت داك السكوتش اللي كيتعلقوا به لي طابلو هو اللي كيدير هاد التقشير، داكشي علاش خاصني ضروري اما شي مرايه كبيره ولا شي كادر ولا شي حاجه باش نغطي به هاد الشيء هذا ما يبقاش ان شاء الله. هنا دايرين بلاصه الماكينه ولكن ما دارش الماكينه هنا، مهم هما في البني داروا الماكينه هنايا بلاصتها. لا عاوتاني طوالت بلديه حاشاكم، هذا واحد البيت صغور اللي دابا فيه هاد الروينه كامله، فيه معن اللي باقي فيه كلشي اللي باقي، وان شاء الله كلشي غيتصلح شويه بشويه. هادشي كامل يترتب ما يمكنش على النهار الاول كلشي يترتب ما يمكنش. هادشي اللي كان غير هو واحد الحاجه ما عاجبنيش اللون ديالو خضر، انا ديما ما كيعجبونيش الالوان في البيت، كيعجبني لون واحد داك البياض بحال هكا المهم بحال هكا اللون ديالو في شكل. داكشي علاش قلت مع راسي اما نديرو ديال كنقول لراسي نديرو طراس ما عرفتش علاش. هذه الكوزينه، الكوزينه صراحه زوينه، كوزينه يمكن احسن من ديالي القديمه، ماشي يمكن احسن من ديالي القديمه. ديالي القديمه كنت كنقول الحيوط ديالها شارجي بزاف داكشي، هادو الالوان مدبيه انا ما كيعجبنيش الالوان اللي شارجي بزاف. شوفوا هانتوما الكوزينه، درت الثلاجه هنايا الثلاجه درتها هنا صافي، الحله هي هذيك حيت فاش كنت قلبه لو جبت الثلاجه اون فاس معطب لها هذه اللي عندي ما جاش الحله هي هذيك، يعني ابقى نتقاتل معها باش نحلها. هنا درت البوطه، هنا البوطه هانتوما كيفاش جاتني البوطه هنا عرفتو سخونه ما فهمتش علاش البلات هذه ديال الفران كانت دايره، وانا عاوتاني دورت واحد الحاجه وشعلت البوطه والفران بقى شاعل، تخيلوا الحمد لله. زعما كنصورات الفيديو كنوريكم، حتى انا كنت غنخرج كما صورت الفيديو كنت غنخرج ما نوري حتى شي حاجه وما نقيسهاش، عرفتو كتحرق يمكن هذه شي ساعه ونص وهي مشعوله. المهم الحمد لله على طفل الله شي اللي كاين، الحمد لله على طفل الله. بالنسبه للبوطه ما عنديش فين نديرها، يعني هاد البلاصه هاد البلاكار هذا فيه طبيقات ما عنديش كيفاش ندير نخشي بوطه هنا، ولا اصلا صغير يعني ما تجيش قد بوطه. اللهم درتها هنا دابا نشيل هذاك البيسه ديالها باش ما تبقاش هاد المنظر خايف، يعني داك البيسه ديالها كفشي غوز ولا شي حاجه وتبقى هنا، ما عنديش مشكل تبقى هنا مقنع حزاك هكا برجلي الا بغيت نحل هذا بغيت نحل الفران. المهم ديري شويه من الرياضه بقات حاجه شويه داكشي اللي كاين، يعني ما عنديش مشكل صافي خليها هنا غير نلبسها هكا شي لبسه زوينه صافي. هادو هما شوفوا البنات حتى من قرعه العطريه زعما معايا العيالات الحرات اقسم بالله، القرعه تاع العطريه ما خلاناش نديهم قالك ولا يشريهم واخا مشري والو، وفي الاخر ديت حوايج داكشي اللي نقدر نهزو بيديا كله ديتو بقى حتى حاجه شي اللي كاين.
اما اللي ما نقدرش نهزو بيدي على خصو ديمونطا داكشي بالخطيه ان شاء الله. هذا مكان دابا شوفوا الروينه شويه الروينه صراحه ماشي بزاف يعني غير لي بواط هكا محطوطين وداكشي هادشي اللي كاين. المهم هكا جاتني كوزينتي هنا بلاكارات راني راح نستف فيه كلشي شي كامله غير تستف مستف هانتوما البنات هانتوما هادو البلاكارات. هنا درنا الماكينه صراحه جات ليا هذيك زوينه من حليلوه وديرها شحال هادي في الطواليت البلديه حاشاكم صافي هادشي اللي كاين. المهم هادي كوزينتي هنا درت لاصالا مونجي كي جاتكم هنا صراحه ولات زوينه حبيتها وصافي هادي الدار. المهم البنات دابا لقيتوني غير شعري مزيت بزاف ودرت ليا بس مع هاد الضفيره هادي باش نخرج صافي راني خصني مور هادشي هذا في العشيه ولا غدا في الصباح نمشي لشي حمام عشي غدا الحمام غدا وغدا مغدا حيت شعري ما حملاش كل ما حملاش راسي. المهم مشات العائله ديالي كامله صافي مشاو ماشي مثلا عمتي الولاد القرايه اليوم اثنين وداكشي. المهم راه لتحت دابا ولينا جيران فهمتوا صافي. المهم عمي هكا كيجيو كيبقاو لتحت كيطلعوا الفوق شويه هادي هادي صافي هادشي اللي كاين. المهم دابا معايا بسمه هي اللي بس معايا وداكشي و صراحة شكل غتعيش بوحدك يعني شي حاجة سميتها بوحدك شي شكل يعني تباتي بوحدك وهذا ولكن الله يسهل الامور ماشي مشكل كلشي كيدوز. انا كنقولها لكم ديما كلشي دايز وصافي. هذا مكان كاين بزاف د الحوايج ما يتقالو كاين بزاف د الحوايج ما يدارو. دابا انا غادي نخرج غادي نمشي نقضي بزاف د الحاجات نديرهم ان شاء الله. يا ربي تيسر لي الامور هادشي اللي كاين. يا ربي تيسر لي الامور يا ربي يا ربي عافاكم ادعيو معايا والله يعني شي حوايج بساط وليت كنقول يا ربي تيسر الامور تيسر الامور حس عييت بالمشاكل عييت على كل حاجه مشكل عييت صافي هادشي اللي كاين البنات وشكرا لكم بزاف. وهذا ما كان. دابا انا نقول لكم واحد الحاجه دابا انا من النوع اللي كنبقى نهضر بزاف ياك وهذا المشكل هذا التالي كاع انا ديما كنت في الدار مشاكل بزاف مشاكل بزاف مشاكل بزاف وكنت باغا طلاق مش حال هادي وديما كنت كنقول يعني في الدار انه طلاق ولكن الانسان اللي كان معايا ما كانش متوقع مني انني غادي نقلب هاد القلبه كامله كنظن. علاش حيت ديما كنقول وما كنديرش ولكن انا راه من النوع اللي نعطيك بزاف الفرص نقول حاجه وما نديرهاش ونقول وما نديرهاش بزاف ولكن راه نهار صافي كنعول حيت ما كنلقاش الخير وما كنلقاش واحد الامل ديال التغيير حيت ديما الوعود تغيير وما كاينش تغيير صافي ما شنو بقى لك ما تزيدي شنو. هذا ما كان وشكرا بزاف لكم البنات على دعاويكم وكاين بزاف اللي صيفطوا لي قالوا لي اما حنا دزنا من هذه المرحله اما راحنا فيها دابا اما كل واحده واشنو. الله يسهلكم اموركم اللي دازت منها الله يعاونها ويسهل عليها ان شاء الله. كوني اكيده والله الراجل اللي كيعذب المراه راه ربي كيعوضها الصراحه ربي كيعوضها خير وكلشي انا مأكده من هادشي كامل. وسبحان الله العظيم ملي كتكوني منين واحد كيعرف صافي ديالو وداكشي صافي بحال لك كيولي حاسبك زايد ناقص ما لا لا علاش 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 هكا علاش علاش الحاجه ملي نملكوها ما بقاوش نحملوها كاع داكشي كنديروه في صباط ماشي في انسان وبشر. لا كتولي المراه مرته هي عدوته الاولى كتولي هي العدوه ديالو ما فهمتش كاين هذا النوع. وهذا ما كان والله يسهل الامور. ودابا خصني نبقى تشوفوا اول حاجه حيت مثلا شوفوا هو اللي توشيت هذا فهمتوا راكم عارفين هادشي اللي كاين. والله يسهل لي اموري ولات كتجيني السخفه البنات وحق الله تجيني السخفه يعني غير واقفه تجيني السخفه وصافي نحافظ على البيبي ديالي هادشي اللي كاين. السلام عليكم نتلاقاو في الخير ان شاء الله وتبقاو على خير وشكرا لكم بزاف بزاف من القلب. انا دابا شرحت لكم موضوع ديال الدار وريتكم دار جديده كيفاش ولات
مازال بزاف ديال التغيير، ما تنساوش هذاك. المهم بزاف ديال التغيير غادي يكون في الدار، واخا ساكنه بوحدي واخا نعيش بوحدي، نبقى الدار على حقها وطريقه. صراحه انا ديما عندي هذه الفكره، يعني واخا ما تكونش عندي عائله ولا ما عرف شنو، داري تكون مقاده مزيان، فيما مشيت تمشي معايا داك الفراش زوين. المهم انا كيعجبني تكون عندي دار مزيونه، هادشي اللي كاين، هذا هو الاهم. السلام عليكم، نتلاقى فيديو جديد، باي باي.